يتواصل تشغيل مجمع خدمات بني مر بمركز الفتح بأسيوط ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي بلغت تكلفة إنشائه 10 ملايين جنيه. يقام المجمع على مساحة 587 مترا مربعا، ويضم مركزا تكنولوجيا مصغرا لخدمة المواطنين ومكاتب سجل مدني شهر عقاري وبريد وتموين، وذلك لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأبناء الوحدة المحلية خاصة كبار السن.